عدم التجمع والاختلاط إلا للضرورة، إذ شخصوا عدم مبالاة الكثير من أهالي بغداد مقابل أزمة تكاد أن تكون دولية، ويتطلب الموقف أن تتصرف الأوساط كافة بعلمية ووعي أكثر جدية مما هو عليه الآن وتنفيذ الإجراءات الوقائية. إذا ماكو وقاية أو ماكو يعني حد أوكي كلش راح يأثر، وخلية الأزمة كانت كلش قراراتها واضحة بخصوص هذا الموضوع، إنه تنغلق المولات، إنه تصير يعني ماكو تجمعات. لكن إحنا شو ما نقول إنه الشعب العراقي عنده ضمان هذا الفيروس، ما أعرف يعني، والناس تتصرف كأنه عادي تعيش حياتها. هاي مو بس صحتنا نحميها، صحة الكل يعني، صحة عائلتنا. الوعي الذاتي هو اللي راح يقلل من انتشار هذا الفيروس. ممكن إنه إحنا نكون بتجمعات لكن موقعين نفسنا بالكمامات وبالمعقمات، صرنا عن طريق الفكاهة أنه نتبادل هذا الموضوع، لكن هو بالحقيقة هذا فشيء مميت. وفي ظل حديث المراقبين عن ضعف الإجراءات الصحية العامة والخاصة، فإن الواجب فعله الحد من الحركة والاختلاط. وفي ذات الوقت فإن خلية الأزمة تؤكد أن التزام المواطنين بالتعليمات هو العامل الأهم لاجتياز كورونا، الفيروس الذي يهدد حياة الإنسان بشكل مباشر. من بغداد، ياسر عامر، العراقية الإخبارية.